نعم طبعا، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبو ظبي، بأن الدائرة تسعى دائما إلى تحقيق المبادرات العالمية الغير مسبوقة، سواء في تحقيق العدالة الناجزة أو في تقديم خدمات عدلية وقضائية تفوق التوقعات حقيقة. ولله الحمد تمكنت دائرة القضاء من استخدام الوسائل التقنية العديدة في منظومة العمل القضائي عن طريق استثمار قاعدة البيانات في النظام لإنجاز القضايا، سواء من حيث إصدار الحكم أو إجراءات تنفيذه حقيقة. نعم المستشار منصور، ما مدى مساهمة هذا البرنامج في سرعة إنجاز القضايا اليوم؟ نعم شكرا، هذا حقيقة البرنامج يساهم بشكل فعال يخفف العبء على القاضي في كثير من الأمور في صدد إنجاز الحكم. طبعا البرنامج يقوم بعد اعتماد القاضي للحكم بإدخال البيانات الأساسية تلقائيا عن طريق برمجة النظام بإدخال البيانات الجوهرية في مرسوم الحكم، بالتالي يخفف العبء على القاضي وأيضا يجنبه الأخطاء الشائعة، وفي النهاية تأتي عدد القضايا وإنجازاتها تفوق التوقعات في هذه الحالة لما نجد أن النظام يتفاعل مع القاضي مع عمل القاضي في هذه الحالة. هل بإمكان هذا البرنامج استخراج الإحصائيات الخاصة بالمحاكم الجزائية؟ نعم طبعا، هذا البرنامج بالإضافة إلى يعني تميزه في تتبع ورصد القضايا أيضا قادر على استخراج الإحصائيات الدقيقة بشكل فوري، حقيقة بشكل فوري ودقيق، وأيضا كذلك متاح للجميع المعنيين بتتبع القضايا ومتابعة القضايا من استخراج الإحصائيات فورية بشكل دقيق وآلي مباشرة، يعني سواء أي قضايا موجودة على مستوى دائرة القضاء بإمكان التفتيش القضائي، بإمكان المعنيين رؤساء المحاكم متابعة هذه القضايا وسير إجراءات القضايا الجزائية. نعم، في سؤال الأخير المستشار منصور، يعني هل من الممكن أن يتم نقل هذه التجربة لبقية المحاكم في أنحاء الدولة؟ طبعا ويشرفنا دائما المساهمة مع أي جهات ترغب الاستفادة من هذه التجربة حقيقة، يعني التجربة حرية بالأخذ بها والعمل فيها حقيقة. احنا جربنا هذا النظام، شفنا أريحية في تتبع القضايا، صار عندنا تخفيف عبء القضايا من عملية أنها كانت القضايا في البداية كانت في ازدياد، حاليا أصبحت القضايا في انخفاض بشكل ملحوظ لله الحمد، وأيضا صار عملية إنجاز القضايا بشكل روتيني ودقيق، يعني لا نجد هناك قضايا متأخرة ولله الحمد، لا نجد هناك مثلا قضايا فيها أخطاء شائعة، تجنبنا كثير من الأخطاء الشائعة في هذه الحالة، وأيضا وصلنا لمرحلة معينة أن المتقاضي يكتفي بالدرجة الأولى طبعا أمام محكمة الابتدائية اكتفاء منه بأن الحكم جاء منصفا له في هذه الحالة، ولم يجد في الحكم ما يشوب هذه الحكم من بطلان. بكل تأكيد جهود كبيرة وبرنامج ذكي يساهم في نزاهة القضاء هنا في دولة الإمارات وفي أبوظبي بشكل خاص. شاكرين لك إذن المستشار منصور محمد المرسوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية دائرة القضاء أبوظبي، شكرا لك.